مشاهدين متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من جنبات المحطة الطرقية ولاد زيان مدينة الدار البيضاء، واللي كتعرف واحد الصنفار أمني كبير في هاد الأثناء، عدد كبير ديال رجال الأمن ورجال القوات المساعدة اللي دايرين واحد الصنفار أمني كبير هنا بجنبات المحطة الطرقية، وأنباء عن أن الأفارقة من جنوب الصحراء دخلوا في نزاع مع فيما بينهم، ربما لهذا دخلت القوات العمومية المغربية القوات الأمنية من أجل السيطرة على الوضع كي لا تتطور الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. دائما كنا كنبقاو غادي نبقاو نطالبوا بإيجاد حلول عاجلة وناجعة لهذا الأفارقة من جنوب الصحراء اللي كيحيطوا بالبراريك البلاستيكية ديالهم بكل جنبات المحطة الطرقية ولاد زيان. أكثر من ذلك، أكثر من الروائح الكريهة، تحويل المكان إلى مرحاض كبير، الفوضى اللي كيخلقوها بجنبات المحطة الطرقية، كاين مشاكل فيما بينهم، مرة كيضاربو بعضياتهم، لأنهم مكينتميوش لنفس الدولة. لهذا كيدخلو في اصطدامات فيما بينهم، الشيء اللي كيجعل العناصر الأمنية المغربية، الأمن والقوات المساعدة، كيدخلو على عجل من أجل احتواء الامر قبل ما يتطور الى تبادل ديال العنف، وتقدر لا قدر الله ان يتصابوا فيها حتى مواطنين مغاربه خارجين من المحطه الطرقيه، ابرياء ما عندهم حتى علاقه بالصداع يقدروا يتصابوا. اذا هذا الاستنفار الامني اللي كاين دابا في جنبات المحطه الطرقيه ولاد زيان هو من اجل احتواء الوضع والسيطره على الوضع، باش الافارقه من جنوب الصحراء ما يخلقوش فوضى ويعتديوا على بعضياتهم وعلى المواطنين المغاربه، انهم معروفين بالعنف، معروفين خلق الفوضى. لهذا كنشوفوا عدد كبير من السيارات ديال الامن الوطني والقوات المساعده كترابط هنا بجنبات المحطة الطرقية ولاد زيان في هاد الأثناء. كما كتشوفوا العدد الكبير ديال سيارات ديال الأمن وديال القوات المساعدة اللي كاينة هنا بجنبات المحطة الطرقية ولاد زيان.
جدا. أتمنى بأن الأمور ما تطورش إلى الأسوأ، وبأن القوات العمومية المغربية اللي عندنا ثقة تامة فيها أنها تبقى مسيطرة على الوضع، وكذلك أن المسؤولين يلقاو حل في أقرب وقت لهاد الناس. احنا ماشي مع انهم يغادروا او يبقوا في المغرب، ولكن احنا مع انهم يكونوا في المكان الطبيعي ديالهم، يعني تلقى لهم مكان اللي يكون طبيعي. انتما كتشوفوا عدد كبير ديال السيارات ديال الامن والقوات المساعده اللي كاينه في هذا الاثناء هنا بجنبات المحطه الطرقيه ولا الزيارة. إذن عموما الحمد لله الأمور في هذه الأثناء عادية، نتمنى أنها تبقى عادية. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مبشرين آخر.